اخرين كان 40 ساعه عدى 80 حزين اليوم 60 المسير المشكله هذا 3000 حليصه كله جمعيات كل واحد هاي 3000 راح نعطيه مثلا للتلكيف خط التلكيف راح يبقى لنا الكميه يعني كل شيء القش القش من خواجه خليل القره مالي مشروع عندنا خواجه خليل فوق ايه. القره مالي هي مشكله كبيره والله حفاره تعبر ما باقي المي احنا هسه تقريبا عبرنا يعني راح نحفر لنا هاي طولناها 50 متر طولناها 50 متر يعني هاي زياره ذات تجي خلال هذا المسافه هو برماي لا احتاجه يجي ظروف يعني بعد اليوم ورايح احتاجه كل سنه قمنا هذا اليوم برفقه السيد محافظ نينوى والمحترم والسيد النائب الفني المحافظ حسن علاف المحترم بزيارة إلى مشروع ماء الأيسر الجديد وما يسمى مشروع ماء القبة. هذا مشروع من مشاريع الماء المهمة جدا في محافظة نينوى، يغذي تقريبا نصف الساحل الأيسر في مدينة الموصل. حقيقة كان هناك انخفاض في منسوب ماء النهر مما أدى إلى حقيقة تشغيل عملية تشغيل هذا المشروع وأدى إلى انخفاض نسبة إنتاجه للماء المجهز لمنطقة الساحل الأيسر. الآن نقوم بإجراء معالجات في منطقة السحب ومنطقة الإنتاج، نقوم بتوجيه المياه باتجاه مناطق السحب مضخات السحب، وان شاء الله سوف نقوم حسب توجيه السيد محافظ نينوى المحترم بتخصيص المبالغ اللازمه لمعالجه موقع مضخات السحب على نهر دجله. خطط القادمة إن شاء الله سوف نركز على هذا المشروع، وأيضا لدينا مشروع سوف يحال قريبا وهو توسيع هذا المشروع لزيادة طاقته الإنتاجية بمقدار 3000 متر مكعب بالساعة. إن شاء الله حال اكتمال توسعة هذا المشروع سوف يغطي كامل الجانب الأيسر وسوف حقيقة يغطي كافة مناطق أحياء الساحل الأيسر التي تعاني الآن أحيانا من شحة خلال فصل الصيف. العمل هذا مستمر مع الكادر الفني في محافظة نينوى وكادر مديرية ماء نينوى، ولدينا خطة أيضا كبيرة لتوسعة مشاريع ماء المحافظة من أجل تغطي عموم محافظة نينوى إن شاء الله. هذا المشروع تغذي 60% من الجانب الأيسر مدينة الموصل وكذلك قضاء الكيف بكامله مع قسم من القرى في ناحية بعشيقة. كان لدينا مشكلة بانخفاض مستوى الماء داخل النهر، اليوم بجهود السيد المحافظ وموافقته على أعمال كري داخل النهر لزيادة كميات الماء في منطقة السحب لهذا المشروع، اليوم الآن المشروع تعمل بصورة طبيعية. هاي الأعمال بدأت قبل أسبوع أعمال الكري، الآن المشروع تعمل بطاقة كاملة في الجانب الأيسر ونعمل ليلا ونهارا في سبيل خدمة أهلنا في كل مكان إن شاء الله.